للمزيد حول ما يجري في لبنان وتطرق إلى ملفات عديدة ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. صباح الخير أحمد. أحمد دعني أبدأ من التصريحات العديدة التي أطلقها بالأمس وسيم منصوري بعد توليه وإعلان مسؤوليته عن حاكمية لبنان. كيف كان رجع الصدى في الأروقة السياسية؟ كيف تلقفته وسائل الإعلام وحتى على المستوى الشعبي؟ تحياتي لك في البداية. في الحقيقة أن تصريحات النائب الأول للحاكم مصر في لبنان الذي بدأ اليوم رسميا تولي صلاحيات حاكم مصر في لبنان أثارت ارتياحا كبيرا داخل كافة الأوساط اللبنانية، سواء الأوساط الحكومية أو الأوساط السياسية والنيابية وحتى الأوساط الشعبية، لأن بهذه التصريحات هو حسم جدلا كبيرا كان دائرا في داخل في كافة الأوساط في لبنان حول من يخلف حاكم مصر في لبنان المركزي بعد انتهاء ولايته التي استمر فيها قرابة 30 عاما في هذا المنصب. كانت هناك سيناريوهات عديدة، جميعها سيناريوهات ربما يصفها البعض بالسوداوية أو السيناريوهات المثيرة للجدل والتي تتعرض لضغوط أو طعون كثيرة حال القيام بها، ولكن النائب الأول وسيم منصوري حسم الجدل وقبل تنفيذ المادة 26 من قانون نقض التسليف وتولى مهام حاكمية مصر في لبنان لحين تعيين حاكم جديد، ولكنه وضع العديد من الشروط والضوابط لإقراض الحكومة، وهذا الأمر كان بالغ الأهمية على مدار السنوات الثلاث الماضية. فكرة إقراض الحكومة من الاحتياطي الإلزامي النقدي الموجود في مصر في لبنان، أعلن بالأمس أنه سيضع ضوابط، وبالفعل حضر وسيم منصوري اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بالأمس وشرح رؤيته لفكرة الإقراض الحكومي خلال الفترة الماضية، وكان هناك توافق خلال الاجتماع في وجهات النظر بين حاكمية مصر في لبنان وبين مجلس الوزراء، مؤكدين على ضرورة التعاون الثلاثي، وهو أيضا ما أكد عليه حاكم مصر في لبنان الحالي وسيم منصوري الذي أكد على ضرورة التعاون بين الحكومة ومصر في لبنان ومجلس النواب من أجل الخروج من هذه المنطقة أو من هذه المرحلة الانتقالية بأمان دون المساس بالتحديات الإلزامي. أحمد، هذا على المساس أيضا بأموال المدعين على المستوى الحكومي السياسي النيابي كما أشرت، ولكن بالمستوى الشعبي يعني هل أحيا نوع من الآمال لدى الشارع اللبناني اليوم، أم أن البعض لا يزال يرى هو يعني استمرار ربما للسياسات التي ستبقى سياسات المالية في لبنان؟ نعم أحمد، بالتأكيد أحيا آمالا كثيرة، وربما الأمل الأول الذي أعطاه للبنانيين هو استقرار سعر الصرف في الأسواق، فمرت عملية التسليم والتسلم دون هزات كبيرة كانت متوقعة في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، مرت أيضا دون أي تأثير على صرف رواتب الموظفين ودون أي تأثير على صرف المخصصات لقطاع الأدوية ودون أي تأثير على منصة صيرفة التي توجه دعما بشكل أو بآخر للقطاع العام في صرف رواتبهم. فبالتالي مرت العملية التسليم والتسلم والانتقال السلس من مرحلة الحاكم الذي ظل مستمرا 30 عاما إلى مرحلة الحاكم بالتكليف في هذه المرحلة التي كان يخشاها قطاع كبير جدا من اللبنانيين. نعم. على المستوى الشعبي هناك ارتياح كبير جدا لهذه الخطوة والسلاسة في التسليم والتسلم في هذا المنصب الهام. يعني يبدو أنه كان هنالك توجس وهذا أمر مشروع بالنسبة للبنانيين من موضوع التسليم والتسلم كما أشرت، ويعني الجميع يحمد الله بموضوع أنه مر بهذه السلاسة. أحمد، سأذهب إلى ملف آخر أيضا يعتبر من الملفات الضاغطة اليوم وليس بعيدا عن الوضع المالي والاقتصاد الذي يعيشه لبنان، وفي بعض الأحيان يعتبر كنوع يعني من الشماعة لبعض الأطراف، وهو موضوع اللاجئين السوريين وما سيحدث في الاجتماع المرتقب بالقاهرة، اجتماع أول اللجنة العربية، دور لبنان فيه، وهل سيكون هنالك بما يتم تداوله اليوم يعني سيكون هنالك فاعلية أكثر ربما للتوجه للغرب فيما يتعلق باللاجئين السوريين وتحديدا في لبنان؟ بالتأكيد ملف النازحين أو اللاجئين السوريين في لبنان هو ملف يثير جدلا واسعا داخل كافة الأوساط
السياسيه والشعبيه اصلا ايضا، وخصوصا بعد وصول تقديرات غير امميه ولكنها صادره عن الدوله اللبنانيه تفيد وجود اكثر من 2 مليون نازح سوري على الاراضي اللبنانيه. نعم. بما تشير التقديرات الامميه الى وجود قرابه 1,300,000 او 1.5 مليون نازح على الاراضي اللبنانيه، ولكن مهما كان العدد فإن هذا الأمر بات يشكل قلقاً بالغاً للحكومة اللبنانية وللدولة اللبنانية بكافة أجهزتها في ظل الإصرار على تقديم الدعم للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية ورفض المنظمات الدولية والجهات المانحة لتقديم هذا الدعم للسوريين على الأراضي السورية، وخصوصاً بعد استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا والسماح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين. فلبنان يشعر وكأن هناك إصرار من الجانب الأوروبي على توطين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، وهذا هو ما يرفضه سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى الشعبي أيضا. فبالتالي هو لا يريد عودة الآن، ولكن يريد خطة تدعمها دول الاتحاد الأوروبي وتدعمها الجهات المانحة التي تقدم الدعم للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، من أجل وضع خطة على مدار الشهور والسنوات المقبلة من أجل ضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين الموجودين على الأراضي اللبنانية. أشكرك، ولعلها يعني تكون من الملفات التي تعمل على جمع نوع من الجمع أو التوافق لأفرقاء سياسيين ملف اللاجئين السوريين قبل الذهاب إلى هذا الاجتماع. أشكرك أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من بيروت.